قام سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي محافظ محافظة المحرق بزيارة لمركز المحرق للرعاية الاجتماعية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بمرافقة مجموعة من موظفي المحافظة وأعضاء اللجنة الوطنية للمسنين ومجلس إدارة مركز المحرق للرعاية الاجتماعية، تأكيدا على مبدأ التواصل والتراحم والتواد بين جميع فئات المجتمع. وفي سياق هذه الزيارة أشاد المحافظ بالقائمين على مركز المحرق للرعاية الاجتماعية من كوادر إدارية ومشرفات ممرضات واهتمامهم الملحوظ بكبار السن من الآباء والأمهات من نزلاء المركز، كما عرب عن شكره الجزيل لما يقدم من خدمات وأعمال وأفكار ساهمت بشكل كبير وفعال في بناء عالمنا الحاضر. احنا اليوم طبعا وعادتنا السنوية أن نحتفل مع أبهاتنا وأمهاتنا كبار السن في المركز اللي عندنا. أنا بعد شاكر للأخوة من أهل المحرق، من وجوه المحرق، من قامات المحرق اللي حضروا هذه الاحتفالية في هذا المركز واللي التقوا بأبهاتهم وأجدادهم. يعني مناسبة عظيمة الواحد، وأنا أتمنى يعني على الجميع يعني ما تكون يعني الزيارات دي بس بالمناسبة، لا بالعكس، أتمنى أسبوعيا وأتمنى كل مناسبة طيبة نكون إياهم